الاستعداد النهائي مشاهدينا الكرام قبل الانطلاقة الكبيرة. هكذا الانطلاقة سليمة من كل النواحي رغم بعد البوابة، ولكن بالفعل لدينا كما نشاهد مشرف متابعينا الكرام انطلاقة رائعة. سكرت امبيشن اخذ المكان الذي يرغب فيه، ولكن لدينا كذلك القادم كانتري جرامر الذي بالفعل غاب عن السباقات والمواجهات لعدة ايضا اشهر، ولكن لدينا كذلك ايضا فلورانجيرو في وسط الجياد بشعار جودموند، بالشعار السعودي الخطير، بشعار اروجيت في يوم من الايام، بشعار فرانكل في يوم من الايام. ولكن هنا لدينا كذلك ارت كوليكتر، متواجد ارت كوليكتر. اذا القوة الهجومية حاضرة، المدرب سعيد بن سرور يغير التكتيك في هذا الشوط على ما يبدو لي، ولكن ايضا ممثلي الوطن ما زالوا حاضرين من المضمار السعودي امبلوم وكذلك ماكينج، ولكن لغاية الآن ما زال سكرت امبيشن في المقدمة، وما زال من خلف ارت كوليكتر، وما زالت الأنظار، وما زال الهجوم، وما زال بالفعل التتبع والترقب. هنا الجنون، هنا الكأس الأغلى، هنا الكأس الأغنى، هنا نجد، هنا الرياض، هنا المملكة العربية السعودية، هنا الشد الكبير، هنا الشد الخطير، هنا المحاولة المثيرة وسكرة امبيشن خطير بكل المعايير. ميد نايت ما زال حاضرا، ولكن ايضا الدخول من كانتري جرامر. كانتري يواصل، كانتري مع القدوم الكبير، وامبلوم رود، امبلوم رود، هذا هو الطريق الى السعودية، الطريق الى الرياض، الطريق الى المجد. السعودية مجد، السعودية يا سلامي عليكم يا السعودية، يا دار الشيم، يا دار الابطال. او بو 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 بو، ارفع الخفاق اخضر يحمل النور المسطر، رددوا تكفون الله اكبر. موطني فعلها سعود، سعود موجود بين الكبار، انه كبيرهم. الارض ارضي والمكان مكاني والزمان زماني، هذا مكانك يا السعودي، هذا مكانك يا السعودي. جنون، سيطرة، هيمنة، سعود.